برج التوأم أو توين سنتر. كيتصنف برج التوأم ضمن أبرز المعالم السياحية في الدار البيضاء، بحيث كيزوروا سنويا أزيد من 15 مليون شخص، 10% منهم تقريبا أجانب. هذا البرج اللي كيتواجد في حي المعارف في مفترق شارع الزرقطوني وشارع المسيرة الخضراء، كيطفئ المدينة رونق الحضارة والتمدن. اكتملت الأشغال في البرج سنة 1999، وكيتكون كل توأم من 28 طابق بارتفاع 115 متر على سطح الأرض. تبنى البرج على مساحة 93 ألف متر مربع، تصمم على يد المهندس الإسباني ريكاردو بوفيل اللي كيتعتبر من أشهر المهندسين على الصعيد الدولي، بحيث صمم ما يفوق 1000 مشروع في مختلف بلدان العالم. ومن أبرز هذه المشاريع مطار برشلونة والمسرح الوطني في كاتالونيا وقصر المؤتمرات في مدريد. تزاد بوفيل سنة 1939 وتوفى عن عمر يناهز 82 سنة جراء مضاعفة إصابته بفيروس كورونا. نرجع للبرج اللي تصمم باش يكون من أكبر المراكز الاقتصادية في المغرب، اللي كيعز بالشركات والمكاتب والمحلات التجارية، كما أن أحد البرجين كيتستخدم كمبنى سكني فخم، وكيحتوي على 15 مصعد كهربائي، فنادق ومطاعم 5 نجوم، محلات تجارية كتضم أفضل الماركات، ومكاتب الكبريات الشركات العالمية في المال والأعمال.